وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني برغم الأحداث الكبيرة التي تحدث على الأراضي المصرية في هذه الأوقات مثل الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذا لم يمنع استمرار استقبال الدعم المختلف والوسائل الإغاثية المختلفة للأشقاء في فلسطين، كما ذكرتم، إما عن طريق مطار العريش الدولي التي وصلت فيه عدد الطائرات التي وصلت لمطار العريش حتى الآن إلى أكثر من 290 طائرة، أو حتى عن طريق المساعدات المختلفة في الشاحنات الإغاثية التي تصل إلى معبر رفح المصري. نتحدث بالطبع عن دخول إلى الأراضي المصرية الأراضي الفلسطينية عبر بوابة معبر رفح المصرية. وصل بالفعل إليهم 75 شاحنة دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية، بجانب تجهيز عدد 200 من الشاحنات استعدادا للدخول إلى الناحية الأخرى. هذا العدد لا يختلف كثيرا عن الأعداد الطبيعية التي تجهزها مصر دائما والهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني وصندوق تحيا مصر وحياة كريمة وتحالف الأحزاب وغيره من المشاركين بشكل عام والشعب المصري في هذه الشاحنات. الأعداد دائما تجهز تقريبا من 100 إلى 200 شاحنة يوميا، ولكن ما يعرقل دخول هذه الشاحنات إلى الناحية الأخرى هي قوات الاحتلال. لذلك الأنباء الآن تتحدث عن احتمالية فتح معبر آخر عن طريق قوات الاحتلال لدخول عدد أكبر من الشاحنات، ولكن هذا فقط يعني ما زالت أنباء لم يتم الاتفاق عليه رسميا. كان من قبل تدخل عبر معبر نتسانيا ثم تعود إلى معبر رفح الفلسطيني مرة أخرى، ولكن الآن هناك أنباء عن فتح أيضا معبر كرم أبو سالم، والمعبر الأساسي في نقل البضائع بشكل عام إلى الأراضي المحتلة. كان من قبل يستقبل ما يقرب من 500 شاحنة يوميا، الآن الأحاديث تتحدث عن 100 شاحنة في اليوم في نتسانيا و100 شاحنة في كرم أبو سالم حتى تدخل إلى الأراضي الفلسطينية، ولكن هذا لا يمنع استمرار دخول مئات الشاحنات يوميا أو تجهيزها على الأقل يوميا من الجانب المصري لتصل إلى الأشقاء في فلسطين. هذه النقطة. النقطة الأخرى أيضا، سيارات الإسعاف ما زالت تقف أمام معبر رفح المصري، فكما ذكرتم 16 مصابا دخل اليوم إلى الأراضي المصرية، لذلك يرتفع عدد المصابين الأشقاء الذين دخلوا الأراضي المصرية إلى ما يقرب من 600 من الأشقاء الفلسطينيين دخلوا إلى المستشفيات المختلفة. وأيضا مزدوجي الجنسية الذي قارب يعني الرقم الآن على 13,000 من مزدوجي الجنسية الذين دخلوا عبر بوابة معبر رفح المصري. كل هذا بالطبع مجهودات كبيرة للدولة المصرية، خصوصا والآن بينما نحن نتحدث أيضا يعني حسب جامعة الدول العربية وبعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، فجاري الآن تجهيز قرار مصري ليتم عرضه على مجلس الأمن في محاولة جديدة أيضا لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال وحماس في قطاع غزة. بالطبع بعد أن تم رفض هذه القرارات المختلفة يعني عن طريق الفيتو الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية 3 مرات خلال 40 يوما أو 50 يوما الماضيين، لذلك هناك قرار جديد جاري العمل عليه لمحاولة أخرى لوقف إطلاق النار ووقف هذا الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال على الأشقاء. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسلنا بمدينة العريش، شكرا جزيلا لك.